نقطة اللقاء كانت هنا أمام مسجد كتشاوى بإعاد العاصمة، وبالضبط في حي القصبة العتيقة. الموعد من أجل تنظيم جولة سياحية في أزقة القصبة تكون متبوعة بإفطار جماعي في أحد أسطح البيوت العريقة المتواجدة بالحي. عرض خاص أصبح يقدمه العديد من الوكالات السياحية والمرشدون المحليون الذين رفعوا رهان إخراج القصبة من سباتها خلال شهر الفضيل، بل بالعكس أصبحت وجهة سياحية بامتياز في رمضان. نشرح لهم كامل التفاصيل من الهندسة المعمارية، من طريقة الحياة وطريقة المعيشة، طريقة العيش والتعايش في قصبة الجزائر، ونحكي لهم على كامل تفاصيل المدينة سياسية واقتصادية وكل المجالات. موعد الإفطار بعد دقائق معدودة. الإفطار هنا بنكهة فريدة بالنظر لروعة المكان فوق أسطح البنايات. روعة الأجواء جذبت العديد من السواح بما في ذلك الجزائريين المقيمين بالخارج. جينا فيزيتي لا كاسبا دابور باش نحوسو شوفو التاريخ تاعها ونعت وليدي التاريخ تاع بلادي وجينا فامي ويا بليزيور فامي جاو معانا الله يبارك. صافي كل الجزائريين يحبوا يعرفوا بلادهم يحبوا يعرفوا التاريخ. هذا العام درنا مع هذا لو جروب اون فيزيتي لا كاسبا، درنا اون بارتي اللي ما شفناهاش و سيتي بيان اكسبليكي مع لو جروب هذا اللي جابونا، والريستوران عطاونا ماكله تحسب راك في دارك. بعد لمسة الأصالة التي تذوقها الحضور بداية من الأطباق المقدمة والمستمدة من تراث الطبخ الأصيل والخاص بالمدينة، فسح المجال أمام برنامج السهرة الرمضانية الذي كان على طريقة سكان القصبة. بسم الله بديت وعلى أبي صليت وعلى أصحاب أبي خليلتي مغنجت العيون عليها راني محمور وعليك يا خليلتي نخلي بلاد الروح. تقريبا واحد 50 عائلة جات هاد رمضان، وكل عائلة متكونة من 3 حتى 5 أفراد، وقمنا بالخرجات هادوما الأسبوع الأولاني من شهر رمضان، والهدف منها هي إحياء الثقافة القصباوية. والله إحياء هاد الإحياء كيفاش يكون، جبدنا كامل لي زاسبي تاع الثقافة الجزائرية وحاولنا نقدموهم بطريقة اللي تحترم الشهر الفضيل. عندها طعم واحد اخر كي تكون في البلاد، سواء كانت الريحة، سواء كانت الاصوات، سواء كانت الناس كيفاش تتحرك، لو كالم اللي يكون جست قبل الافطار، الحركة اللي تكون بعد الافطار، هذه كامل عندها انقول اللي يخلي رمضان فيه بنا في البلاد. الحمد لله اونكور بلوس كي تكون في عبق التاريخ في القصبة عندها طعم واحد اخر مختلف. تبقى الصيغة المقترحة بسيطة وأصيلة على أمل تطويرها وتعميمها لتشمل عدة أماكن من القصبة وتشمل أكبر قدر من البيوت وسكانها.